يعيش سكان قرية سي الأخضر في البويرة أزمة عطش حادة، خاصة مع الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة. منبع وحيد بالقرية غير مؤمن وغير محمي، السكان لجأوا لاقتناء صهاريج لا يقل ثمنها عن 1500 دينار في انتظار تسوية مشكل الكهرباء أيضا، ليبقى المواطن يعاني وسط حرارة الشمس وخطر الأوبئة. تصريحات جماعة عبد الحميد دواجي. المشكل تاع المرة عنده عامين من اللي داروا فتحوا الأخر مثل ما تقول إيه راس استراس في المشروع كملوا وكل ساعات يقولوا تاع البلدية ساعة يقول لك سونا قال ما خاصة ساعة يقول لك الترانسفو ما كاش ودوك الترانسفو راه راكب لك كلش رانا طالبين يطلقون الماء الشاطو راهم دايرينو وراهم عليه قال لك رانا مخلصين كلش واجد خصوصا في الصيف هذا من الأمراض والأوبئة اللي رانا نعانوا منها يعلم ربي يعلم ربي صباح نجو نعمرو بصح في الليل يعلم ربي واش راه صار في هذا العين وراكم شفتوا وش فيها يعني من قدوة من ذاك ممكن جدا القرية كاملة تروح بمرض وبائد والله مرض خطير.